تعرف قيمتك. في قانون حياتي هام، بحسب ما ترى نفسك، بحسب ما تفعل من أفعال، فإن رأيت نفسك كبيرا فعلت من الأفعال ما يشاكلها طبعاً. وإن رأيت نفسك صغيرا أيضا عملت من الأعمال ما يشاكلها. أتى رجل إلى آخر فقال أريد منك حويجة، قال اطلب لها رجيل، إن أردت حاجة تعال لي أنا. وأحدهم ينظر نفسه أنه شخص كبير صحيح. وأحدهم أعطى فقيرا 100 درهم، فقال أصحابه قال يكفيه 10، قال أنا لا يكفيني، أنا لا يكفيني أعطيه 10، أنا لازم أعطيه 100. أقول شوف الدنيا بعين لا تشوفها بعين الناس الثانية. نظرتك لنفسك مهمة، أنت على أي أساس تسير؟ ترى نفسك ضئيل، ترى نفسك غير جدير بالحب، غير جدير بالاحترام، غير جدير بالتقدير. البعض بالمناسبة يرى كل من حوله جديرين بالحب والاحترام والتقدير إلا هو. الذي يقدر ذاته لا يعيش كمواطن من الدرجة الثانية في بيته ولا في عمله، ولا عش مواطنا من الدرجة الأولى. اركب الدرجة الأولى وركب أهلك معك، خليك دائما في فيرست كلاس. بعضهم مركب أهله في الدرجة الأولى هو راكب مع العش، لا ما يصير. نظرتك لنفسك مهمة. أيضا بناء التقدير الذاتي يعتمد على نحو مستمر على جودة من تجالس. الله، ايش نوعية جلسائك؟ صح. اذا كان جلسائك ايش اهتماماتهم؟ مهم رقي وتحضر من تجالس له قيمة عامة. ايضا من الاشياء اللي تساعد على تقدير ذات جيد حديثك الداخلي مع نفسك. باي اتجاه؟ اذا جلست مع نفسك ايش الحديث اللي يدور بينك وبينها؟ خطيرة ومهمة. البعض صادق نفسك، تصالح معاها. وقف كلمة حبيتها. في 4 اشياء الذي يريد أن يقدر نفسه تقديرا جيدا وبعدها قوة تقوى شخصيته، أن يتصالح مع 4 أشياء. يتصالح مع ذاته. صحيح. إذا ما أحببت طولك، أحببت وزنك، أحببت لون بشرتك، أحببت جنسيتك، أحببت كل ما لديك، إذا ما أحببته. أنا أقول بعض الناس يا أخي أحبب أيا كان وضعك، صلعتك، كرشتك، كل أحببها. وإن كان ثمة مجال لتحسين الأمور حسن، لكن اقبل قبل ذلك. أي إنسان يصير وكالة لنفسه يضعف. هذا الأول، التصالح مع الماضي. الله، أي بعض الناس اتخذ من ماضيه أي خصم وعدو. الماضي ترى جميل إذا تصالحت معه، تقبله. في علم النفس الإيجابي الآن هناك مصطلح جميل اسمه تقبل الإيجابي للأحداث. يا صديقي يا أختي الكريمة، قبل دقيقة أنا لا أستطيع تعديل أي حدث قبل دقيقة، ما بالكم بما مضى عليه سنوات. البعض لسان حاله يقول أو كأنما يريد أن يعود إلى الماضي ويعدل في أحداثه، وهذا ضرب من الخيال. تصالح مع ماضيك بتقبله واستدراك المستقبل. أيضا تصالح مع مشاكلك، قوي شخصيتك. إذا عقدت